اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اكتر سؤال ابعت لي الفترة اللي فاتت كله بيتكلم عن الوش، يا دكتورة وشي رفيع قوي، يا دكتورة وشي خاسس، يا دكتورة ما عنديش خدود، يا دكتورة وشي مفهوش حيوية وشكله يعني وحش قوي ومضايقني جدا، وعايزة حاجة تتخن الوش وتتخن الخدود وتديني نضارة وتخلي خدودي كده منورة، وغير الناس اللي بدأت تعاني من ان وشها فيه شحوب وفي يعني دابل بشكل مزعج جدا ومتضايقين منه وبدأت تظهر عليه تجاعيد او حاجات كده ايه مش حابينها. في الفيديو ده جايب لكم الخلاصة، وهو عبارة عن ان احنا هنستخدم نوعين من الكبسولات زائد 4 خطوات. لو عملتوا الحاجات دي، خدتوا نوعين الكبسولات وخدتوا معاهم ال4 حاجات اللي انا هقول لكم عليها، او التزمتوا بتنفيذ كل الخطوات، اوعدكم ان انتوا بعد اسبوعين بالظبط هتيجوا تكتبوا لي في الكومنتات قد ايه وشكم تخن، البشرة فيها نضارة حلوة جدا، وشكم بقى صحي، حتى الناس اللي ممكن بتعاني من التجاعيد كل ده هيروح. خليكم معايا لانها حلقة مهمة جدا جدا. حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تحت تدوسوا على سبسكرايب للقناة وتفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. قبل ما نتكلم عن حلول نحافة الوجه، خلينا نتكلم ايه اصلا اللي بيخلي وشنا يخس، او ايه الحاجة اللي بتخلي وشنا باهت قوي وشكله مش حلو جدا. اول حاجة انظمة الدايت القاسية. خدوا بالكم الناس اللي بتعمل دايت بشكل قاسي قوي بتخس، يعني ممكن تلاقي مثلا نفسك خسيتي جدا وقليتي في الحجم، بس هتلاقي وشك اتدمر، وشك خس قوي، شاحب، في دوائر سودة متبهدلة، فهتلاقي نفسك ان انت في النهاية كل اللي هيشوفك يقولك ايه ده، انت شكلك تعبان ليه، انت شكلك عيانة، انت عملتي ايه في نفسك. تاني حاجة الناس اصلا اللي عندها نحافة، والناس اللي بتعاني عامة ان هي جسمها وزنه قليل قوي، بالطبع طبعا البشرة بتاعتهم وشهم بيبقى خاسس جدا، وممكن يعني لو حد شافهم يعني يفتكر ان هم اطفال يعني مش شباب من كتر ما هم وشهم بيبقى شكله نحيف جدا وصغير جدا. حاجة تاني كمان الانيميا، الانيميا طبعا بتأثر جدا على نضارة الوش. وحاجة تاني كمان مهمة جدا، الناس اللي بتستخدم مسحوقات التجميل اللي بنقول عليها يعني باللغة العامية الحاجات اللي هي تحت السلم، الحاجات اللي احنا مش عارفين هي جاية من فين. اي حاجة من الحاجات دي بالطبيعي جدا انها بتنشف الزيوت الصحية اللي في البشرة، فهتستخدميها مرة واثنين والتلاتة هتلاقي ان انت وشك بقى باهت جدا، وشك مفهوش نضارة، الزيوت كلها بتنشف. في حاجتين تاني كمان مهمين جدا، اولهم عدم انتظام ساعات النوم، او ان احنا مش بننام كويس. الناس اللي بتطبق بالليل وتروح تنام ساعتين الصبح، الناس اللي مش بتنام بالايام وتقولك انا مطبقة، لا طبعا النوم مهم جدا جدا، على الاقل لازم ننام 8 ساعات. اخر حاجة عدم شرب المية بشكل كفاية. الناس اللي بتنسى ما تشرب مية زي بنقول، يعني مفيش حد مش بيحب يشرب مية، بس الناس اللي مش بتفتكر اصلا انها تشرب مية، طبعا ده غلط جدا، لان المية مهمة جدا جدا للبشرة. فلو انت مش بتشرب مية كتير او انت مقللة في شرب المية، اعرفي على طول ان البشرة بتاعتك هتعجز بدري زي ما بيقولوا. يبقى دي كانت اهم الاسباب اللي بتؤدي ل يعني ظهور البشرة بشكل كبير او نحافة الوجه زي ما بيقولوا. ازاي بقى نعالج، او ايه العلاج المهم جدا اللي احنا جايبينه في الحلقة النهاردة؟ اول حاجة زي ما قلت لكم ان احنا هنستخدم نوعين من الاقراص زائد 4 خطوات. اول نوع من الاقراص هنستخدمه هو كبسولات اوميجا 3. طبعا اوميجا 3 ده رائع وفوائده جميلة جدا جدا، وهيطلع لكم فوق لينك فيديو كامل بنتكلم فيه عن فوائد الاوميجا 3 وطريقة الاستخدام وكل حاجة لو حبيت تشوفوه. اوميجا 3 بقى من فوائده للبشرة انه اول حاجة بيزود النعومة والنضارة، وان هو كمان بيأخر التجاعيد، ده غير ان هو يعني لو في تشققات او جفاف في البشرة بيعالجها، ليه فوائد رهيبة جدا 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 للبشرة. فاول حاجة الاوميجا 3 ده لازم يبقى معانا ولازم نستخدمه، وهنستخدمه كبسول الصبح وكبسول بالليل، كبسولتين في اليوم، كبسول صباحا وكبسول مساء، لانه بجد هيفرق جدا جدا في بشرتكم. تاني حاجة مهمة جدا عشان نعالج موضوع نحافة الوجه هي كبسولات الخميرة. هندور عليها، ولو ما لقيناهاش هندور على كبسولات بران،
اي منهم، يا اما اقراص الخميره يا اما كبسولات بران اللي تلاقيه اشتريه على طول. ايه بقى فايده اقراص الخميره او انا ليه اخدها في موضوع البشره؟ لان اقراص الخميره فيها فيتامين بي، وفيتامين بي ده مهم جدا علشان اول حاجه بيعمل على تسمين الوجه، تاني حاجه ان هو بيدي اللون الوردي او بيدي نضاره كويسه جدا للبشره، وتالت حاجه ان هو بيحمي من التجاعيد. فأقراص الخميرة دي مهمة جدا جدا. هتشرب أول حاجة هتاخد منها كبسولتين في اليوم، برضو كبسولة الصبح وكبسولة بالليل، هتاخدها طبعا مع كوباية مية. بس لو عايزين بقى فايدة أحسن وأقوى وأجمل هناخدها مع كوباية عصير برتقال. عصير البرتقال ده فيه فيتامين سي، وفيتامين سي ده مهم جدا علشان ان هو بيزود افراز الكولاجين في البشرة، وطبعا الكولاجين فوائده رائعة بالنسبة لترطيب البشرة والنضارة وكل الحاجات الجميلة والمنظر الصحي اللي بتاخده البشرة. طيب يبقى كده دول نوعين الكبسولات اللي قلنا لازم نستخدمهم ومهمين جدا. نيجي بقى للاربع خطوات. اول خطوة في الاربع خطوات دول هو انه اول ما نصحى الصبح من النوم ناخد ملعقة عسل اسود. العسل الاسود ده مهم جدا علشان هو يعني او بسميه انا العنصر السحري، لان هو بيساعد على تسريع دخول الفيتامينز للبشره، وبالتالي بيزود من توردها وكمان بيكافح التجاعيد. فمهم قوي انه احنا اول ما نصحى كل يوم الصبح ناخد ملعقه من العسل الاسود. يبقى كده اول ما صحينا اخدنا ملعقه العسل الاسود. نستنى ساعه او ساعه ونص ونبدا ناخد تاني حاجه مهمه جدا، وهي كوبايه لبن دافي زائد 3 ملاعق من الشوفان زائد 7 حبات من المكسرات زي مثلا اللوز او البندق، اي حاجه انت تحبيها يعني حطيها. تعالوا اقول لكم بقى على الفوائد الرائعه للحاجات الجميله دي. اول حاجه اللبن ده كالسيوم مهم جدا. تاني حاجه بالنسبه للشوفان فيه كميه معادن وفيتامينز ومضادات اكسده، ودي كلها بتساعد على تغذيه البشره وبتخلصها من الارهاق. اما بقى الحاجة السحرية في الخلطة دي هي المكسرات، لان المكسرات دي بتمد البشرة بالزيوت اللي بتخليها اكتر امتلاء، وبتديها نعومة ونضارة مهمة جدا. فمن الحاجات المهمة قوي اللي بتساعد على امتلاء الوجه او امتلاء البشرة هي المكسرات، علشان الزيوت المهمة جدا اللي بتكون فيها. يبقى كده عشان ما نتوهش احنا قلنا ان احنا هنستخدم نوعين من انواع الكبسولات. بعدين بقى بالنسبة للروتين اليومي، اول حاجة هناخد ملعقة عسل اسود، هنستنى ساعة وناخد كوباية لبن مع 3 ملاعق شوفان مع 7 حبات من المكسرات حسب النوع اللي انتوا تحبوه. نيجي بقى لتالت خطوة مهمة جدا. تالت خطوة هنتكلم عن فاكهتين مهمين جدا وبيساعدوا على امتلاء الوجه. ايه الفاكهتين دول؟ هما التفاح والموز. التفاح والموز من اكتر الفواكه اللي بتعمل على تسمين الوجه، ده غير انها غنية بالفيتامينز ومضادات الاكسدة، وكمان بتزود افراز الكولاجين. فتخلي في يومك طبعا لازم يكون على الاقل فيه تفاحتين او 2 موز، او مثلا تستخدم تفاحة وموزة. المهم العنصرين دول مهمين جدا بالذات للناس اللي عايزة يعني تعالج نحافة البشرة، فدي من الحاجات المهمة. اخر حاجة في الاربع خطوات هو شرب المية. ازازة المية ما تسيبوهاش من جنبكم، لازم كل يوم على الاقل نشرب لترين مية بما يعادل 8 كوبايات. ده يكون لازم في روتينك كل يوم علشان ناخد نتيجة احسن. المية طبعا دي من اهم الحاجات للبشرة، فما ينفعش ان انت تعدي يوم مثلا وما تشربيش مية او تكسلي. لا، حاولي يكون هدف قدامك. لو هتنسي خلي ازازة مية جنبك، وكل ما تتحركي اشربي مية، كل ما تتحركي خديها واشربي مية، فده هيكون طبعا مهم جدا. يبقى كده دي اجمالي الحاجات اللي احنا قلنا عليها. اول حاجتين هنستخدم كبسولات الاوميجا 3، تاني حاجة هنستخدم كبسولات البريان او الخميرة مع مية او عصير برتقال. نيجي بقى الاربع خطوات. اول حاجة هنصحى الصبح على ملعقة عسل اسود، هنستنى ساعة وناخد كوباية لبن معها 3 ملاعق شوفان و7 حبات من اللوز او المكسرات او اي حاجة انت عايزها. بعدين ما ننساش ناخد التفاح والموز في يومنا، واخيرا نشرب المية. ويبقى دي الست خطوات، وهي الباب السحري اللي هيفتح لنا بشرة نضرة، بشرة يعني فيها امتلاء وخدود ممتلئة، وهيعالج موضوع نحافة الوجه تماما. ما تنسوش ان انتوا تجربوها من دلوقتي، يعني من اول ما تسمعي الفيديو خلاص من بكرة تبدأي تعملي الحاجات دي، وتيجي بعد اسبوعين. لازم بعد اسبوعين ما تنسوش تسيبولي كومنتات وتقولولي
قد ايه الوصفه فرقت معاكم وقد ايه الوصفه فرقت في بشرتكم. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، شاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يستفيدوا منه اكبر عدد من الناس، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. باي باي.